اللي من الهجران منفطره وعيني اللي من الاحزان ما جفت وروحي اللي من المحبوب من شطره وكبدي اللي من الهجران من فطره وعيني اللي من الاحزان ما جفت. هذه الابيات وهالشيله اللي انتشرت حقيقه بشكل كبير، ومن غيرها من الشيلات اللي يتفنن فيها المؤدون لفن الشيلات، واللي اجتاحت مؤخرا كذلك وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بصور مختلفه، منها الضحك ومنها حقيقه الاشياء المثيره للشفقه والكثير الكثير من القصص يمكن تختبئ خلف فن الاغاني بدون موسيقى اللي يطلق عليها مجازا اسم الشيلات. بنتكلم عنها، وخلونا بس في البدايه احنا وياكم نتابع هذا التقرير وبعد لنا جلسة أو وقفة كذلك وحوار مع بزر العلوي. وبعض الناس سوى مثل عنتر على شيء فوق لا شيء طابع عبده حبيبي شرب شاهي بنعناع وانا شاهي احمر شربوني وانا شاهي احمر شربوني. انتشرت في الآونة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي طريقة مختلفة للتغني بالشعر، هي بين الموال والغناء ولكن يستعاض فيها عن الأدوات الموسيقية بالآهات البشرية. افتح شبابيك الامل للحلم في الفجر الجديد واكثر احلامي تلوح للفراق كفوفها. في الفترة الأخيرة غزت مواقع التواصل الاجتماعي بأشكال مختلفة، فمنها ما كان إعادة غناء للألحان القديمة ومنها ما غنيت بألحان حديثة للقصيدة نفسها. أنا البارحة في غربة العاشقين آخر الليل ذقت العزاير كذا القلب والعين ملت من النوم ما لوم مله مع الناس حاجة تعدت وطيت واخطيت يا زين ما زرنا من طوارف جزاير. الشيلات حظيت خلال عام واحد إلى عامين باهتمام مرتادي شبكات التواصل، فأصبحت مشاهدتها تكسر حاجز المليون مشاهدة وتقليدها أصبح فن من فنون الكوميديا. وكبدي اللي من الهجران من فترة، والتي قام بأدائها المنشد عبد العزيز العلاوي، ومن كلمات الشاعر عبد العزيز الرشيد، لاقت في الفترة الأخيرة انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. تغنى بها نجوم وتسببت في فصل موظف، وربما حاول آخرون انتحال شخصية مؤدي هذه الشيلة. وتبدي اللي من الهجران من فطره وعيني اللي من الاحزان ما جفت وروحي اللي من المحبوب من شطره وكفي اللي عنا الابيات من جفت. وتبدي اللي من الهجران من فطره وعيني اللي من الاحزان ما جفت وروحي اللي من المحبوب. شكرا للزميل عبد الملك الجعيد الحقيقة على هذا التقرير، ويعني يمكن أنا ما عرفت وكبدي اللي من الهجرة من فترة إلا من مشعل العتيبي اللي انفصل من الدوام بسبب الفيديو كليب اللي سواه في الدوام في أحد المستشفيات، اللي كان معنا ضيف حقيقة فيما مضى في طاولة برنامج يا هلا. وبعدها انا اشوف انتشرت بشكل كبير هالشيله، الشيلات بشكل كبير قاعده تنتشر. خلونا نرحب احنا وياكم مشاهدينا الكرام بالمنشد عبد العزيز العليوي. حياك الله يا عبد العزيز. الله يبقيك اخوي خالد، يا هلا ومرحبا وسعيد بوجودي بينكم. الله يحييك عبد العزيز. يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني انتشرت هذه الشيله وكبدي من الهجران من فتره بشكل كبير، وصاروا الناس يصورون فيها مقاطع. يعني اول ما اذكر البارحه قلبي من الهم بات، ويسوون عليها فيديو كليبات ومقاطع.
عندنا الحين مثلا واكبدي الحين انتشرت بشكل كبير حتى يمكن يعني ما يعني كنا ما ندري من صاحب هالشيرة لأن الشباب الله يعطيهم العافية في الإعداد رتبونا ويعني وتشرفنا تكون معنا ضيف. أنت ضايقك ولا حبيت هذا الشيء انتشارها بهالطريقة؟ بالعكس أخوي خالد، بالعكس والله يفرحني، هو مواكبة يعني للنجاح. أي مقطع ركب على الشيرة هو مواكبة لنجاح الشيرة عموما. فولله الحمد أنا اجتهدت في اللحن والأداء وصار لي نصيب ولله الحمد. طيب طلع كم واحد؟ فاذكر من ضمن المقاطع شفنا واحد ادعى ان هذه يعني القصيدة وكبدي انه هو اللي اداها، هل الامر ما ضايقك؟ طيب والله انا تجيني مقاطع انه هو صاحب المقطع فهذا والله حزب الخاطر شوي يعني، فيعني حبذا لو يكون فيه حفظ للحقوق. يعني حتى متابعين الظاهر في تويتر او انستغرام زادوا بسبب انه ادعى ان هالشيله هي شيرته. ممكن ما يمكن تقاضيه طيب ولا ترفع دعوه عليه؟ والله انا لها تعليق يعني. القانون يكفل لك هالشيء اذا كان اتمنى انت والله اتمنى يعني واتمنى حفظ للحقوق ونكون تحت مظله تحمينا وتحمي حقوقنا لانه الامانه مسلوبه. طيب مسلوبه. احنا شفناها حتى انتشرت وهي مسرعه. مسرعة والمسرع ذا يذكرنا بأول الأغاني الأيام الطيبين يعني كانت مسرعة. هالشيء ما أثر كذلك على اللحن ولا أثر على يعني التدقيق في عمق كلمات القصيدة؟ في ناس يحبون اللحن يكون مسرع يحبونه زي ما تقول يكون أكثر جمال، مع أني أنا ما أشوف فيه يعني مسرعة ما أتوقع أن فيها ذاك الجمال. بالطبيعة أتوقع أنها أفضل بكثير. طيب وكبدي احنا بنختم فيها الحلقة، خلها هذه خلها على جنب ذي. سم الله عدوك. بين وقت واخر باخذ منك يعني كم شيء. نبي انت وعدتني قبل الحلقة قلت بخصكم بشيء خاص في برنامج يا هلا، فخلينا نسمع واحدة من هالشيلات. ابشر. طبعا هو عمل حصري تعاون بيني وبين الشاعر صالح السكيبي، امسيه بالخير من هالمنبر، شاعر جميل وعذب. بس يساعدني الصوت شوي. يساعدك من ألحان هشام الحسن، ملحن مبدع ما شاء الله عليه. فمان الله سافر لن نصيب ديرة المقسوم، فمان الله سافر للحنين وحل الأشواقي، فمان دموع عيني والغرام وحبك المرسوم، مثل نقش الحجر في وسط قلبي له أثر باقي. فمان الله فمان الله فمان الله سافر لن نصيب ديرة المقسوم. لا يعطيك العافية. الله يعافيك. احنا مكملين معك لكن خلينا استاذنك والساده المشاهدين بهالفاصل القصير وبعد ذلك تنعود. روحي اللي من المحبوب من شطره وكفي اللي عنال بها. يا اهلا فيكم من جديد، نتابع حديثنا عن الشيلات وشيلة وكبدي اللي من الهجران من فترة وعين اللي من الأحزان ما جفت، هالشيلة الشهيرة اللي انتشرت في أوساط الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. ومعنا في الاستديو صاحب هالشيلة الشهيرة المنشد عبد العزيز العليوي. عبد العزيز، قبل شوي في وحنا نعرض التقرير اللي عدوا زميل عبد الملك الله يعطيه العافية عن الشيلات ولاحظنا أنه مش بس يعني صارت بين الناس ويمثلونها، حتى يمكن في مطربين ومطربات وبالتحت المطربات دخلوا. شفنا عريب، شفنا بلقيس، وظهر وعد بعد كده ظهر يعني تغنت فيها. أنت طلعتها شيلة، لو نفترض من طلعت بعضهم حط أغنية وحط فيها مثلا موسيقى بيضايق هذا الشيء؟ أكيد بالفعل، إذا صار فيها موسيقى
يعني أكيد أنه يضايق بيتحفظ يعني شرعي على الموسيقى أتحفظ. لكن مسألة أن تكون دارجة بالفنانات عادي عندك والله يعني هل حبيت هذا الشيء ولا ضايقك هالشيء؟ هو يعني أنا ما فهمت سؤالك إنه رسمي مثلاً يعني. مثلاً إن شفت يعني أسواق. لا هو أنا اللي سمعتها كان أتوقع حفلات. فما أتوقع أنها يعني بالعكس الحفلات ما مثلها مثل أي. طيب الشيلات في شيء من الشيلات حماسي الحقيقة. وفيه من الشيلات الجميلة الشيلات الوطنية اللي بعض المشاهدين يتغنى فيها بحب الوطن أو تثير الحماسة. وإحنا نتكلم حنا مثلا على سبيل المثال نحن الآن مثلا عندنا جنود البواسل مرابطين على الحدود يقومون مثلا بأدوار عظيمة صحيح. ونعرف أنه دائما الجنود أحيانا يشيلونها فيما بينهم بعد ما فكرت أنك تسوي لك عمل وطني مثلا حقيقة في يعني في مثل هذا التوقيت؟ والله أتمنى والله لكن ما يعني ما جاني النص اللي يساعدني او يحمس على اني اديها. اتمنى والله وان شاء الله مستقبلا يعني بالايام الجايه يعني في بالك الموضوع نعطيه اهتمام. اكيد شيء طبيعي. طيب ناخذ لنا شيله من الشيلات الحصريه طبعا. تبي حصري؟ ايه حصري على لبرنامج يا هلا. سم ابشر. صوت الوداع للشاعر سامي العرفج أمسيه بالخير نجم شاعر البيت. طبعا إن شاء الله بتنزل احتمال هاليومين ثلاث أيام الجاية بحول الله. بسمعكم شيء بسيط منها. كل ما هز غصن الذكريات الحنين فاضت أشجار صدري من عصافيرها وعتقت كل نسمة صفرة لو راقلين تفتح العين لها العبرة زريرها ويذنا الحزن ويلبي نداها الحزين والمشاعر يبيح الوجد سريرها بين صوت الوداع وبين راجع السنين مكرت الشوق تدرج في تصاويرها. سلامتك. الله يعطيك العافية. طيب أنا سعيد والله يا عبد العزيز أنك معنا في برنامج وسعيد أن شفنا صاحب هالشيلة الحقيقة العظيمة اللي انتشرت حقيقة العمل الداعي أسعد. اللي هو كبدي من الهجان من فترة. أنا أشكرك الحقيقة على تلبيتك الدعوة وأشكرك على وجودك معنا في الله البرنامج. الله يرضى عليك. أتمنى لك توفيق وأتمنى الحقيقة نشوفك بعد حتى عمل وطني الحقيقة بإذن الله يعني خلال الأيام القادمة. احنا وصلنا لختام حلقتنا. أشكرك الأخ عبد العزيز العلاوي المنشد وصاحب الشيلة الشهيرة وكبدي من الهجران من فترة. ما راح أختم أنا. أنا أبيك أنت تختم. أبشر. صوت وصورة يعني كذا لايف وتختم لنا بهالشيلة الشهيرة أبشر. وكبدي. بس قبل لا أختم عندي بس إضافة أنه نجاح الشيلة خاصة وكبدي هي نجاح الفن الشيلات ككل. لأنه الفنانين والمغنين يعني مع الموسيقى ومع جودة المايكات رجعوا للألحان الشيلات هذا شيء يفرح. جميل. أنا أشكرك طبعا أشكر مشاهدينا. بكرة إن شاء الله لنا موعد جديد مع قضايا جديدة على طاولة يا هلا. بس بخلي اللي يختم عبد العزيز. تفضل عبد العزيز. طبعا من كلمات عبد العزيز رشيد الشاعر الجميل. وتبدي اللي من الهجران من فطره وعيني اللي من الأحزان ما جفت وروحي اللي من المحبوب من شطره وكفي اللي عن الأبيات ما انكفت وتبدي اللي من الهجران من فطره وعيني اللي من الأحزان ما جفت وروحي اللي من المحبوب من شطره وكفي اللي عن الأبيات ما انكفت
أقرا قديم الرسايل وارجع العطره وصد واخاف لا يدرون وتبدي اللي من الهجران من فطره وعيني اللي من الاحزان ما جفت وروحي اللي من المحبوب من شطره وكفي